تيسير هي فكرة لتيسير انسياب الحركة بمحطات المترو في الإمارات، وهي ببساطة عبارة عن تطبيق يحمل على الهواتف الذكية، من ثم يتم ربطه بالشريحة المثبتة ببوابات الدخول RFID باستخدام خاصية الـ NFC المتاحة بالهاتف. للمستخدم الجديد، قم بإدخال بياناتك الشخصية وأرقام الهواتف والبطاقة الائتمانية مع إرفاق صورة للهوية الإماراتية. إمكانية تحديد أقرب محطة مترو بتحديد موقعك على GPS. يتوفر التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية. اختيار طريقة الدفع وإمكانية تغييرها في أي وقت. البطاقات الائتمانية، سحب من رصيد حساب الهاتف، بطاقات الدفع المسبق. يتوفر صندوق الشكاوى والمقترحات. قم بتفعيل التطبيق ليتم فتح البوابة أوتوماتيكيا وتبدأ الرحلة، وحين الوصول إلى وجهتك تحتسب الرسوم وتخصم من الحساب بالطريقة المحددة مسبقاً.